والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال من إيهاب والتفاصيل منا. شكرا لكم محمد وإيمان، والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا. استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وخلال اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصا واعدة لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخمة المارة عبر قناة السويس من خلال بنية متكاملة تضم 6 موانئ ومناطق صناعية ولوجستية قائمة على الصناعات التكميلية وخدمات القيمة المضافة. ومن جانبه قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر إبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية، وهما سينعكس بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة. شدد وزير البترول طارق الملا على تحقيق إنتاج منجم السكري بنسبة 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضي، والتي تقدر إيراداتها بحوالي 7.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن قدرته المتوقعة ستحقق المزيد في ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافي المكثف به. وأوضح الملا خلال الجولة التفقدية بمنجم السكري بالصحراء الشرقية أن تنامي أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية في ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصري من خلال مزايدات المطروحة يثري هذا النشاط بخبرات وتقنيات متنوعة. وأضاف الوزير أنه تم بدء تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، مضيفا أن هذه النتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعدينية بمصر في الطريق الصحيح. أكد وزير البترول طارق الملا أن تطوير معمل مرسى علم وكذا تطوير المعامل ومراكز التعدين التابعة للهيئة يأتي ضمن برنامج يشمل تطوير ورفع كفاءة العاملين والمباني وتأثيثها بالتقنيات والمعدات الحديثة، وذلك لمواكبة وتحقيق أهداف استراتيجية التعظيم واستغلال الثروات التعدينية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي. جاء ذلك خلال افتتاح وزير البترول معمل مرسى علم، والذي يعد أحد المعامل الحقلية التابعة للإدارة المركزية للمعامل بهيئة الثروة المعدنية. كما تفقد الوزير وحدات المعمل التي تضم وحدتي التحليل الذري والناري وغرفة الموازين وتجهيز العينات والمكتبة العلمية، كما وجه بالإسراع بربط المعمل بالمعامل المركزية بالدقي. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط مع ترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي واتجاه منظمة أوبيك بلس إلى الالتزام بخفض إنتاج النفط. وخلال التعاملات ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو بنسبة تقدر ب 1% إلى 76.7 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 96% لتسجل 70.34 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.74% لتصل إلى 2.61 دولار للتر. هذا وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 4.43% لتسجل 2.24 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم أسواق الأسهم الخليجية على ارتفاع بعد أن هدأت المخاوف من حدوث أزمة مصرفية، وارتفعت معنويات المستثمرين قبيل قرار المركزي الأمريكي بشأن الفائدة. كما ارتفع مؤشر الأسهم القطرية 1% موصلا مكاسبه من الجلسة السابقة مع صعود جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الصناعة والخدمات المالية. وفي أبوظبي صعد المؤشر بنسبة 0.6%، كما وصل مؤشر دبي الرئيسية الصعود
صعود من الجلسات السابقة وأغلق مرتفعا بنسبة تقدر ب 4%. أما المؤشر الرئيسي للسعودية فقد انخفض بنسبة 1%. انتهت الجولة الاقتصادية والعودة إليكم محمد وإيمان. شكرا لك ميرنا.